ليا نشطاء ومتطوعين من الشباب السوري لنشر ثقافة المقاطعة الاقتصادية للبضائع الأمريكية، وتعزيزا لهذه الخطوة اجتمع مجموعة من الشباب من عدة بلدان وأنشأوا حركة مقاطعة البضائع الأمريكية عن الأهداف وسير الحركة. معنا دعاء مسؤولة العلاقات العامة في حركة مقاطعة المنتجات الأمريكية مكتب سوريا، ومروة مسؤول إدارة المواقع الإلكترونية في الحركة كمان مكتب سوريا. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. صباح الخيرات، يسعد صباحكم. بالبداية رح أبلش معك دعاء ونحكي عن الفكرة. أول شيء إيمت طلعت وإيمت يمكن بلشنا نشتغل فيها على أرض الواقع؟ تماما، صباح الخير. صباح بالبداية الخير. هلا مثل ما نحن يعني من نحن وصغار نحن منوعة على إنه أمريكا هي العدو، مثل الصهيونية، مثل إسرائيل. خصوصي نحن من 10 سنين لهلا بظل الحرب اللي نحن عم نعيشها بسوريا. طبعا هي المقاطعه موجوده باكثر من بلد عربي، بس نحن هلا بدنا نخصص بسوريا كونه نحن يعني عم نعيش اساسا حرب بسوريا، يعني والعامل الاساسي هو امريكا. كلنا نحن بنعرف هذا الشيء، ونحن لنا تقريبا 2 سنين بالحصار الاقتصادي منه قانون قيصر. فاقل شيء نحن يعني كشعب سوري كشباب هلا نحن عم ننشأ على هذا الشيء، انه نحن نقدر يعني نقدم شيء لهالبلد بمقاطعه المنتجات الامريكيه. مثل ما هي عامله حصار اقتصادي علينا، فنحن من واجبنا كمان انه نحن ما ندعمها اقتصاديا ولو بدولار واحد. نحن بدينا بتقريبا بالشهر الخامس 2019 تزامنا حسبا بيوم القدس العالمي. كانت اول انطلاقه لنا، اول فعاليه نحن نزلنا وقتها على المسيرات اللي كانت طالعه بيوم القدس العالمي، وزعنا بروشورات عرفنا فيها عن الحركه، نحن شو اهدافنا، شو بدنا نعمل فيها. طبعا نحن لقينا صدى كثير جيد كان من الناس اللي كانت موجوده، وان شاء الله نحن ماشيين بهذا الطريق وبهاي المسيره. اكيد مثل ما حكيت انه يوم القدس العالمي، خلينا نعرف سبب اختياركم هذا اليوم، هذا التوقيت، ونعرف اكيد الهدف من الحمله. أكيد كنا بنعرف قديش بيشكل هذا اليوم رمزية كبيرة للشعب السوري والشعب الفلسطيني والشعوب العربية. تمام. من هذا اليوم حبينا إنه ننطلق ويكون يعني يوم مميز لحتى ننطلق فيه لهي الحملة. الهدف الأساسي لحملتنا هو إضعاف الصادرات الأمريكية ودعم ليرتنا واقتصادنا السوري. أكيد كنا بنعرف في الوقت الحالي يعني واللي نحن الوضع اللي نحن عايشينه في هي الأمور كثير عم نعاني منها بهذا الوضع. لهيك يعني لقينا انه كثير مناسب انه نحن نخوض هي التجربه، وممكن شيء بسيط يعني يعمل فرق حتى لو كان بداياته بده وقت، او يعني بدنا نحاول كثير لحتى نوصل لمراحل كبيره، بس اكيد بده وقت. خليني نوه على شغله، نحن في مبادئ كثير اساسيه عم نمشي عليها بحملتنا وبالطريق اللي عم نشتغل فيه. في شيء عنا نشتغل شيء على الحس الوطني عند الشباب. ثاني شيء في عنا البعد المقاوم. كلياتنا كشباب سوريين وشباب عربي عنا هذا البعد اكيد، ومنفكر فيه من وقت ما كنا صغار ولهلا. الشيء الاخير كمان اللي هو البعد البيئي والبعد الصحي اللي عم نعرضه من خلال تقاريرنا المنتجات الامريكيه. عم نسلط الضوء على المنتجات اللي فيها مساوئ. تماما، عم يعني كل شيء فيه منتجات سيئه، اضرار صحيه، عم نحاول قدر الامكان نسلط الضوء عليها من خلال هذا البعد. وما تبقى مثل ما قلت لكم الحس الوطني والبعد المقاوم. تماما. خليني ارجع عند دعاء ونحكي نحن كمكتب بسوريا كيف عم ننسق مع باقي البلدان ومع باقي الشباب يلي عم يشتغلوا ايضا على مقاطعه البضائع الامريكيه. تمام. هلا احنا موجودين تقريبا ب 12 بلد حول العالم. بكل بلد في مجموعه شباب نشطاء مثلنا هون موجودين بسوريا بيشتغلوا مثل ما نحن عم نشتغل. هلا نحن بصراحه لقينا يعني اكثر من وسيله للتواصل، بس اكثر وسيله هي نجحت معنا هي المركزيه. نحن في عندنا هيئه مركزيه بيتم من خلالها الاجتماعات، في بيتم من خلالها تنسيق دراسات ابحاث بتخدمنا نحن بعملنا، ان كان باعداد التقارير، شو ممكن نعمل نشاطات بدايه مثلا كل شهر. في نحن عندنا متحدث رسمي للحركه كان في له ظهور على الاعلام ببدايه العام، من خلاله تم اطلاق البيان الافتتاحي لاعمال 2021. مثل ما بتعرفي هيك عمل كونه كبير وضخم واساسا له يعني حس مثل ما عم تحكي مروه، حس وطني، فموجود باكثر من بلد. فنحن يعني بحاجه لتنسيق يعني كثير عالي على مستوى عالي، ونحن من خلال المركزيه حققنا هذا الشيء.
تمام. خلينا نتعرف اكثر، كيف عم تروجوا على الفكره بشكل عام؟ كيف عم يتم ترويجها؟ مين عم يدعمكم؟ وكيف عم يكون روح العمل الجماعي من 12 بلد انتم موجودين؟ روح العمل الجماعي وكيف عم يتم التنسيق كمان؟ هلا مثل ما حكيت دعاء، نحن عندنا مركزيه من خلالها في ابحاث ودراسات بتوصلنا. هذا الشيء عن طريقه ممكن نستخدمه لنعمل مقالات، تقارير. طبعا قبل كل شيء نحن عندنا موقع الكتروني، كل شيء مواد بنشتغلها بتنزل عليه. تمام. طريقه الترويج ممكن نشوف زملاء ان شباب بنتعاون سوا، ممكن يكون في ظهور اعلامي مثل الاذاعات والتلفزيونات مثل ما احنا موجودين معكم اليوم، بنحاول نروج لفكرتنا اكثر عن هذا عن طريق الاعلام. موقعنا الالكتروني موجود، موادنا موجوده عليه. بالاضافه كمان بنحاول قدر الامكان صفحات التواصل الاجتماعي اللي هي السوشيال ميديا، صفحات الفيسبوك، كل بلد موجود له صفحه، كل شيء مواد ممكن يشتغلوها او طريقه ترويج معينه لاي شيء ممكن نشتغله بينزل على هي الصفحات، كله بشكل كبير متواجد عليه. ويعني عم نحاول قدر الامكان نعمل نشاطاتنا من خلال لقاءات مع محللين اقتصاديين او سياسيين، وكمان بنحاول قدر الامكان نعمل ندوات محاضرات لنزرع الفكره اكثر واكثر بين الشباب، ونزرع ثقافه المقاطعه بين الشباب السوري. طب هالشيء لا أصدى عند الشباب؟ هلا ما فينا نقول بشكل كبير اكيد، يعني عملته بعد العمل الواحد بيعمل احصائيه يشوف نتائج اللي وصل لها، لا أصدى عند الشباب؟ هلا ما عم اقول لك ما فينا نقول انه بشكل كبير، بس اكيد نحن كل مبادره بنعملها، كل محاضره، كل لقاء، اي حدا ممكن نتواصل معه كان يعني عم يكون في هيك تفاعل كثير حلو وايجابي، يعني بيشجعنا اكثر لحتى نصابر اكثر ويعني نكمل طريقنا اكثر. كمان بالنسبه للنقطه اللي عم تحكي فيها مروه، نحن هلا متجهين للمدارس، يعني نحن هلا قدمنا طلب لوزاره التربيه بحيث نحن نقدر ننزل على المدارس نعرض مثلا افلام توعويه، فيديوهات، نوعي. نحن بيهمنا اكيد فئه الطفل والفئه طبعاً. الامهات كمان اكثر شيء، ونحن لما عم نقاطع المنتج الامريكي نحن مو بس عم نقول قاطع، نحن مثلا عم نظهر كل منتج امريكي هو شو فيه له اضرار. نحن في عندنا دراسات وابحاث نظاميه انه بتثبت مثلا كل منتج امريكي شو اضراره على صحه الطفل او مثلا على صحه الشاب، فنحن هلا يعني متوجهين لهي الفئه ان كان اطفال او شباب او امهات من خلال المدارس، ممكن خلال الجامعات، بس احنا طبعا ناطرين انه الموافقات لتكون بين ايدينا حتى نقدر نشتغل بشكل افضل. اكيد انا عم تابع بوستاتكم وعم شوف يعني نصائح للامهات وللاطفال انه لا تعطوه مثلا هذا الشيء، خلي مثلا ياكل الطفل هذا الشيء، بس حتى بالشوكولا وحتى بالاشياء الثانيه. دائما عم تابعكم. خلينا هلا بالختام نعرف اهميه هاي الخطوه وبالاخص بهي المرحله، برايك شو هي؟ هلا نحن بظرفنا الحالي نحن كثير بحاجه هذا الشيء، نحن كوضع سوريا نحن يعني بحاجه انه دعم الاقتصاد السوري، نحن هدفنا الاول يعني اظهار المنتج المحلي بمقاطعه المنتج الامريكي، فنحن هلا حاليا ان شاء الله احنا مقدمين على خطوه انه احنا نخاطب اصحاب المصانع او المنتجات المحليه بحيث انه احنا نقدر يعني نخلي في مقارنه، بس نحن بنقول لك قاطع المنتج الفلاني انه في تماما في بديل. وجهه نظر كمان لازم توصلوها من الشارع السوري وهو الغلاء. أكيد. المنتج الوطني صار عم يضاهي اسعار المنتجات الاجنبيه. تماما، بس لما نحن نقطه لازم تماما، بس كمان يعني انت كمان عم تحكيها يمكن هو عم يضاهي، بس بالمقابل نحن في عندنا اشخاص عم تروح مثلا تشتري المنتج الامريكي وما بتشتري المحلي مع انه هو عم بيكون اغلى. طب نحن ليش حتى ما ندعم مثلا منتجنا المحلي واقتصاد بلدنا وما نروح على المنتج الامريكي؟ فنحن هاي النقطه يعني نحن ان شاء الله مقبلين عليها، هي دعم المنتج المحلي بمقاطعه المنتج الامريكي. تمام. يعني اكيد هذا الشيء بيفيد اقتصادنا السوري، نحن عم نحاول لما نقول له اشتري منتجك الوطني اكيد نحن عم ندعم اقتصادنا السوري. تمام. وبعد عن اي صادرات امريكيه. تمام. فلهيك يعني بنتمنى انه من خلال شخصيتكم بنتمنى انه توصل فكرتنا، وبنتمنى كمان من كل حدا سمعنا يتقبل هاي الفكره ويتعاون معنا اكثر. اكيد يعني افكار كثيره لازم
نحن نتعاون كلنا مع بعض لحتى اول شيء يرجع اقتصادنا ينتعش من اول وجديد، ان كان لمعاملنا لمنتجاتنا الوطنيه، بس يكون قلبنا على بعض ونحس بعض اكثر. شكرا كثير لكم. شكرا لوجودكم معنا، ودائما نحن انتم الشباب السوري اللي بنفتخر فيه دائما هيك افكاركم، وان شاء الله هيك توصلوا لمطرح ما انتم حابين، واكيد نحن دائما حنتابعكم ونكون معكم ان شاء الله. شكرا لكم.